السلام عليكم، ايش ما سويسما تقاضي كني وتقاضي خمار المتابعين الاعزاء الاوفياء اذا خفان هذه القناه النخ 58 فلوت. مرحبا بالناس اللي راهم كيشاهدونا واللي راهم كيتابعونا في القناه نتاعنا 58 فلوت. اليوم درنا لكم واحد الفيديو او هذه الجوله هذه. حاليا نحن متجهين الى العمل، نشي نقول نحر خدمه، وفي نفس الوقت نحاول ما امكن ان شاء الله انه كيوم نشارك يعني فيديو يا ونتين. مشيت ولا ما مش انا امشي انا دي مزوان جيت نبوسيتو امشي انا مازال عاد ليس المساحه بالنسبه يربني، مازال ليس المساحه مازال ليس القطع الارضيه. مشيت ورم امشي انا ونيتا مازال على قطع ما مشيت ورم صراحه مزواني بداي بديت عمار شوية سربني يعني ما مش عاد وهات وغي مش انا مار اخوة، لكن حاليا روح ما شاء الله يعني كثرات البنيان يعني بدا قيمة غير المساحة يعني دين دير وسطها يعني مع الوقت تعمر. فتمنى ان شاء الله تيري مرة مليح كاع الناس اللي راهم كيشاهدونا واللي كيتابعونا ديما كنحاولوا انه نقدموا لكم الجديد كما كان. وكما عرفتوا نهار الاول ان هذه القناه هذه مختصه في لي فلوك وجولات في المواضيع، اي حاجه لقيناها مفيده نقدموها، اي حاجه كانت مفيده نقدموها باذن الله. وهذا الشيء اللي حنا بغينا، بغينا شي محتوى، بغينا شي حاجه اللي يرضاو عليها الناس. انا زوج حاجه خاصني وذن غادي نقدم جوج محتوى وخاص ندمشها يعني باش نقدم جن حاجه تافهه اللي خرج جن حاجه غير مقنعه فغنخبو الفايده زمنية غير انه انيسي المعصيات انيسي بزاف الحوايج. نهار نتواجد الدنيا نهار غنخفي ديا وثينا نشر عندي القناه. نفترض انه يوقع شي حاجات اللي خصها في الانسان يقضي يسرق مغلوم من السنه تزيد الدنيا ففيديو هنيت غير مندين دائما ديني تما كنخنخ الى يوم القيامه. فلذلك دائما نصح اخي واذا نلقى غسن حاول ثم امكن انكم تنشر اجن حاجه مفيده، اجن حاجه مفيده باش الانسان انه ازاز يستفد زي حاجه تنه، واخا ازاز يستفد بالنسبه ماديا على الاقل استفاد الزيس يعني رجع الناس المنفعه عنز. كما كتشوفوا اخوتي بزاف نتاع الناس كينشروا المحتوى نتاعهم، كل واحد المحتوى ديالو في اليوتيوب، واحد كيدير الفضائح، واحد كيدير شي حوايج اللي خايبين مقلين الحياء. فاليوم راك في الدنيا راك عايش راك تنشر وكتدخل الفلوس وكذا وكذا، ولكن ما فكرتيش غدا الى متي وديك لي فيديوهات غيبقاو عليك طول الحياة. شحال من واحد مات، شحال من واحد كان كيغني، غنغزا غير مغنيين بغي غير خدشي لنا الريف، شحال من واحد تو غيتغنى، ونسنيثا ذي قديما، وموث مشحاز كوميا، لكن رانو جنس عادي الضوا دي يوتيوب، دي فيسبوك، وتجيوين غيمسحن، لأن مادام أنه يوتيوب لازم تسير حساب نشاط دايس، وزما دي كاتني الجني ظن دي صغار مالينيو. هذه محا لان انت يوتيوب واش يمحي شي فيديو بتاتا، انا يوتيوب هو راه ما غاديش يمسح لك داك الفيديوهات واخا يبقاو تماك طول الحياه، الا اذا كان صاحب ديال هذيك القناه او هذاك الجيميل يقدر يمسح داك الشيء. دابا شحال من واحد مات، شحال من واحد مات ولا مغنيين كثير نتاع مغنيين ماتوا شحال هذه الزمان ومازال الاغاني نتاعهم في اليوتيوب كتدور وفي الحساب نتاعهم ايضا. يعني هذه هي المشكله اخوتي. دابا اكثر واحد المحتوى في اليوتيوب كاينين الناس كينشروا الفضائح، كاينين الناس كيجيبوا الفيديوهات نتاع نساء كينشروا كيدير عليهم رياكشن، هذه شوف يعني راه كدير روتيني، هذه شوف راه هي عريانه، هذه شوف راه شدت داك الشيء اللي كتهز نتا وكتهز هذيك الشخصيه هذيك وكتعاود دير عليها الفيديو، يعني راك مشروك في واحد الجريمه وهاد الجريمه كبيره بزاف. انت ما يهمكش الا كانوا هادوك الناس كيديروا روتين كذا، خلي بعدا تحاسبوا غير هما، ما تزيدش انت الاثم على هادوك الناس. كاينين مش حال من واحد
يعني كنت دي فيديوهات نتم غارين نخل النساء، لان هذا بزاف النساء اللي قمت لي فيديوهات الروتين يعني خدينا تحت كسيت فيديو ني يدك خاص تجد الرياكشن مثلا، يعني اش كما راه توري انه الانسان اللي ني تفغى بريد ني خاص حتى حاجه انا مش كتفاض، يعني ميمي خاص غير نسي الاثم، خاص يعني تكسي الاثم عاده تعني تغزف. اذا تمني ما تمني ان شاء الله يدير فيديو ايش فيديو الصباح دايس بزاف الحوايج دايس الموضوع ونيتين شاركك يوم في نفس الوقت من نهار اختا صح شو تبريد وكي غادي تبريد وبلاج، لان كل انسان يعني كل مرة انت نوع شان حاجت اذا تقضى كنيو